الحمد لله وبإذن الله هيطيب وهيبقى زين. طمن الكبير. يا كبير يا كبير، ربنا نجاه ربنا نجاه. يا كبير يا كبير، ربنا نجاه يا كبير، هو بخير بلوى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قدر ولطف. الحمد لله، واحنا معاكم يا اخوي لحد ما نزعطوهم من النجع كله. والخاينين والغدارين ما لهمش مكان بيننا واصل. الله ينور عليك يا عبادي. الخاينين والغدارين ما لهمش مكان بيننا واصل، لكن القاتل لازم يتقتل يا سناري. لكن همام لسه عايش يا دياب. لكن عرعر اللي شاف القاتل الحقيقي اتقتل، ولا عشان ما غلبان ما حدش هياخد بطاره. والحمد لله قبل ما يموت فاتلنا الدليل. تقصد ايه يا دياب؟ مش عباية ناجي دي؟ يبقى هو القاتل. وناجي اخوي يعمل اجتاه ليه؟ مادام ما فيش بيننا طار وبين البندرية. اذا كان على نسمة بنتي فنسمة شريفة وعفيفة، وهو قدامك اهي. اسمها عايشة؟ عايشة عايشة عايشة. يعني مالنا الصالح بقتل همام. ناجي اخوي بريء من دم المسكين عرعر وقتل همام. وانا كنت مع عرعر وشفت سناري وهو بيضرب النار على همام، وكان لابس عباية سناجي، وكمان عورني لما كنت بدافع عن عرعر. كن سناري اخوي كان معايا هنا والخلق كلها تشهد. احنا كفاية علينا شهادة القتيل اللي شهد على سناري ونشد النجع كله من بحر الدم اللي كان هيعوم فيه. مش بعيد يا عبادي تكون متفق مع سناري عشان توجعوا العيلتين في بعض وتعملوا فتنة، والفتنة أشد من القتل. يلا بينا يا أخوي، دول اتفقوا علينا. مش قابل ما ناخد بطار عرعر. أخوي سناري يا خليه يحصل أخوك. اللي من العبايدة يرمي سلاحة وخدوا كبراتكم وغوروا من هنا. يلا 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 غوروا. حسان يا اخوي، من لادي عيلتي وعيلتك هبقوا عيلة واحدة. حقك على راسي. الحمد لله ان ربنا ظهر الحق. مبروك عليك جواز همام، ومبروك نجاته. يلا يا بنتي ملناش عازة هناك. دياب مشي الرجالة، مشيهم وهد الفرح. هطلع اطمن على ولدي. أوامرك يا كبير أوامرك. قدي عليك يا ولدي، ياللي كنت هتروح حضر يا ولدي، ياللي ما تهنيتش بعرسك يا ولدي. بكفاك يا خالة، ناقص تقولي ياللي جوازتك كانت شوم يا ولدي. لا دي كانت جوازة زينة قوي. هو في أكتر من كده شوم يا قدم الخير؟ اقفلي خشمك يا بت واحمدي ربك على نصيبك، وخليكي قاعدة بطب فرحك لما ربنا يكتب السلامة لعريسك. حزينة على طب فرحها ومش حزينة على طب ولدي اللي كان هيتجلب كفنة؟ مالك بتكلمينا كان لشان تانين فيه ولا عدوينا؟ عايزة تشيناه ذنبه ليه؟ هو أنا مش مرته وفرحتي اتكسرت زي فرحته؟ بكفاياك يا عاد، حرام عليكي. اقفل خشمك يا مرة، اقفل خشمكم كلكم. اطلع برا اطلع برا. بتولولوا على ايه؟ اطلع برا. أنا مقدرش أهمل أوضتي ولا جوزي. يا أختي هما ليه؟ يمكن ربنا يعفي عنه ويفك نحس. اطلع برا. يلا يا جميلة برا. أنا هوامد هود معاه لحد ما يفوق. هاتيلي قعبة مرق كبيرة، لما يفوق ياكل ويتقوى. اسي فوق هو وانا واكل خروف بحاله. هيفوق هيفوق بإذن الله هيفوق.
وإلا ثلاثة بالله العظيم قتل العبيدة كلهم نفر نفر. هيفوق ولدي هيفوق. هما مال عملية نجزوا عليا ليه؟ هو أنا والوحدة عريس هيتصاب؟ هما لو كان مات كانوا عملوا إيه؟ الظاهر في حكاية تانية ما عارفينهاش. إيه ناقصة حماتي. أنت لسك يا عشماني وقاعدة بطوب الفرح يا عروسي. اللي قادر يصبرك على ولدك يصبرها على جوزها. وهو مين يصبر على بلوته؟ سمع يا أمه أنا بلوة؟ وحد جاب سيرة البلاوي؟ أنت دايما متصربة على كده. أنا ما قصديش عليك أنت، أنا قصدي على نسمة بنت حسان. وإيه جاب سيرة نسمة دلوك؟ الله يرحمها عاد. لا نسمة ما ماتتش لسها عايشة، واللي ضرب الطلقة من عيلة عبادي مش من عيلة حسان. عايشة ولا ميتة تهمنا في إيه؟ هو همام جوزها ولا جوزي؟ الجوازة ما تمتش يا نادري، ما دام ما دخلش عليكي ما يبقى جوزك. شرع ربنا صح. يعني ايه؟ وهو الفرح ده كان همام بيتجوز مين؟ الفرح ما تمش، ولما همام يفوق بالسلامة يبقى اتكتب له عمر ثاني، وابوه لا يمكن يرفض له طلب. تقصد ايه يا عجيلة؟ هو لعب عيال؟ لا وانت الصادقة، لعب رجالة. وحصل قبل كده وولدي ما دخلش على بيتك وكل الناس تشهد على كده، ويمكن لما يفوق يقول بتشائم منها والجوازة ما تتمش. وانا بنتي طلعت من بيت ابوها ومش معوداله تاني، ولو في دماغك تفضحينا يا عجيلة انا اللي هخلي فضحتكم على كل لسان. فتلم يا مرت الكبير. باع جريه يا معلم قباري، هو احنا اتنصب علينا ولا ايه؟ اصبر يا ادوس، الحكايه مش قفش. لا هو مش كان متفق معاك هيجيلك بعد العشاء على طول؟ معلم نمر طول عمره قد كلمته، وانا جربته قبل كده 5 سنين وفي كل مره كان بيطلع راجل. ما قلناش حاجه. الله مش هو اللي جاي هناك ده؟ اه هو، مش قلت لك راجل قد كلمته. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه يا معلم نمر. الله يسلمك يا معلم، منور الصعيد كله. الله يخليك. طمني جاهز؟ كله تمام ومية مية. لفيني جسيمة الإيداع الأول. ايه يا معلم؟ ده أنت ضيفي في بيني وبينك عشم. كن في معلوماتك، الفلوس دي فلوس معلمين كبار قوي في مصر. وفر كلامك يا معلم لحسن توقع في الغلط. يا إما تديني جسيمة الإيداع وتاخد بضاعتك، يا إما كل حي يروح لحاله. اتفضل القسيمة اهي عشان تعرف إن إحنا قد كلمتنا. أنت خابر يا معلم، إنها فلوس ناس، أنا إن كان عليا وحياة العيش والملح واقفة عليا بخسارة. نشرب الشاي ونطمنوا البيه، وبعد شوية تستلموا بضاعكم وتحملوها. أيوة يا بيه. لا كله تمام كله تمام. منع عوك كده ليه؟ غايب حجته معاه يا مغاوري. اهدى أنت بس اهدى. بعدين ما تنساش ان المناهده مع تجار مصر غير الخواجات. قلبي مش مطمن، اول مره نسلم مخدرات وسط العمار. بس انا مطمن لمناع ولترتيبه، اللي انا مش مرتاح له بس هم معلمين مصر دول والاعبهم. اسمع يا بكري. ايه يا بوي؟ هتتسحب نواحي الشط، بص على مناع ولد عمك وتقول لنا ايه اللي بيجرى هناك. يلا همي بسرعه. حاضر يا بوي. احنا نقسم روحنا ونكون جاهزين لأي خطر. أنا جاهزين يا مغاوري، اطمن أنت بس، كل حاجة هتبقى تمام إن شاء الله. مؤاخذة يا معلم، ابني اتوكد من اللاب توب. ربنا يخليك. معقولة يا معلم نمر تبقى بتتاجر في الحشيش وما بتشربوش؟ والله يا معلم ولا طيقه، بس أحب أشم ريحته وأعرف من ريحته كيف مطبوخ وإن كان الحشيشة مخلطة ولا لا. إيه ده؟ لا دي مشش جاتلي على الموبايل. ايه؟ كله تمام، الفلوس تمام واتنقلت الحساب. ايه يا معلم؟ ده انا معلم كبير ولا اللي حاططهم بايدي؟ وانا كمان هصدق معاك. الو ايوه راس ناجي، كل شيء تم بامان. ايوه ابعت لي الرجاله. خد يا زرزور اشرب الكوبايه دي يا اخويا عشان تخف. من يد من اعدمها يا خاله. تسلمي. بالك لو ما كنتش واكل الارنب ما كنتش قدرت تتحمل الضربه اللي على راسك دي. انا كان كل همي
أشيل التلفيحة من على وشه وأعرف هو مين، عشان كده أول ما عريت وشه راح نازل بالبندقية فوق راسي ما دريتش بحاجة. أحمد ربنا إنه ما قتلكش زي ما قتل عرعر. الله يرحمه، الله يرحمك يا عرعر، كان صاحبي وأخوي. أيوه الله يرحمه، عايش في الدنيا مسكين وغلبان، اطلع منها لا فتعيل ولا تيل زي حالاتي. بس الفرق اللي بيني وبينه اني جربت الجواز، وبعد ما مرتي ماتت ما حبيتش نكررها، لكن عرعر الله يرحمه كان نفسه يتجوز، ملقيش واحدة ترضى بيه. كده بضاعتك كلها تمام، أي خدمة تانية يا ريس؟ وأنا ماليش بركة غيركم. خد يا معلم نمر وزع دول على رجالتك، 10 بواكي. دي على الريس وزعهم بمعرفته. أي ريس فيهم؟ كلنا هنا تبع المعلم نمر الطيب. لعنك يا معلم نمر، انا افرجهم. بس ليه طلب صغير للامان كده؟ هتفضل معايا يا معلم نمر لغايه ما نخرج من محافظه هنا. كل واحد فيكم ينزل سلاحه. ويكون في معلومك يا معلم، الشط ده كله مرشق رجالتنا ومعاهم سلاح آلي. تفهمتني غلط ولا ايه؟ انا ما قصدتش نيه وحشه لا سمح الله، دول اغبياء. ولا تقدر تعمل حاجه وحشه معانا، بضاعتك خدتها، فلوسنا معانا، كل واحد متعلق من عرقوبه. يا معلم جباري، احنا اشترطنا التسليم هنا وانت وافقت، وانت حر في الطريق اللي تنقل بيها البضاعه لحد مصر. ما قلتش لا، بس بخاف من الغدر، خصوصا انك خدت حقك بالتمام والكمال. ما انت كمان خدت بضاعتك بالتمام والكمال، وانت معلم كبير وعندك خبره. طب اصبروا عليا لغايه ما احط شويله البلح فوق المخدرات، وخلي رجالتك يساعدوني. دي شغلانه التبعين مالناش صالح بيها. احنا كده مهمتنا انتهت يا معلم نمر، ونقدر نمشي. يلا بينا. انصحك يا معلم، الطريقه اللي هتنقل بيها دي خطر، تعرف في كام نقطه مسطحات طول النيل، وايه عندهم كلاب مدربه. وايه اسلم طريقه نخرج بيها؟ انصحني وليك الحلاوه. انا اقول لك يا راجل من غير حلاوه ولا بتاع، توكل على الله يا معلمين. تخافش يا عمي. حاضر يا معلم نمر. ابقى خلي شاهين يستناني في المكان اللي اتفقنا عليه بالعربية. حاضر، يلا يلا بينا. تمام يا معلم. شوف يا سيدي، انت تروح تشتري كل البن اللي في المحافظة، وكمان كل كاس النايلون. ليه؟ اقول لك ليه، لان البن هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغطي على ريحة المخدرات. همام يا ولدي، همام. الحمد لله على سلامتك يا ولدي. أبوي أبوي أنا تعبان. الحمد لله على سلامتك. أوه، إيه اللي حصل يا أبوي؟ إيه اللي حصل؟ أنا آخر حاجة فاكرها إني كنت رايح آخد العروسة أركبها على حصاني. إيه اللي حصل؟ قدر لطف يا ولدي، قدر لطف. عيالي وصابك. بس الحمد لله خدنا بطارنا، قتلناهم كلهم. قتلتوا مين أبوي؟ قتلتوا عائلة حسان؟ لا لا يا ولدي، عبادي وسناري الله يحرقهم، هما التنين كانوا عايزين يوقعوا بيننا وبين عائلة حسان، لكن ربنا سبحانه وتعالى كشفهم. نسمع عائشة بعدين. انت عارف مين اللي كشفهم؟ الله يرحمه عرعر.
وزرزور. عرار، عرار مات الله يرحمه. بس خدنا بطاره يا ولدي، خدنا بطاره. روق انت، روق. ايه خد، خد كل حته اللحمه دي تقويك. ابوي ما قدرش. اسمع الكلام، خد تقويك يا ولدي. اللحمه بارده ومدهنه يا ابوي، تسخن ببطنك. اقول لك يا عديك سنة افيون صغيرة، ها صغيرة تشرب بعدين كوباية شاي تقيلة، ها تخليك كيف الحصان. اعملوا شاي تقيل الهمام. ابوي عيد على الحديد تاني، انت قلت ان النسمة لساها عايشة صح ولا انا كنت بخدرف؟ ليه يا ولدي؟ عايشة وكلنا شفناه. الحمد لله يا ابو، ربنا استجاب لدعواتي. يعني خلاص يا ابو، عائلة حسان ما عايزاش مننا اي طار ولا عايز تنتقم مني؟ لا يا ولدي، وعمك حسان قال لك ده وصلحنا خلاص مفيش حاجة، مفيش حاجة، ما فيش حاجة. ما دمتم بتصلحتم يا بوي عايزين تجوزوني جميلة لي وعذابه خلاص. أمه الحمد لله على السلامة يا ولدي، وقعت قلبي عليك يا ولد بطني. خفيش يا أمه، ولدك راجل ابن راجل. كمل حديثي ده جوا، خشي. تعالي يا أمه. ولدك راسه ناشفة، سابنا وقاعد معاهم. يعني هو قاعد معهم بخطره؟ في الاول حبوا يغصبوه، لكن لما رفعنا عليهم السلاح وهددناهم كشوا مننا وخافوا، وبعدها كبيرهم جه وقاعد مع مناع وقاعد يودود في ودانه شويه، وجه مناع ومشانا وخلى شاهين ولد مغاوري يسبقوا بعربيته على الارض الجديده. معنى كده انه راح معاهم؟ ملاش معنى تاني يا كبير. كيف يعني هجي؟ كيف تهمل ولد اخوك؟ كنت هاته بالغصب، اكسر له راسه حتى، من احنا ومال تجار مصر نوصلهم ليه؟ ما يغوروا في 60 داهية، تهمنا في ايه سلامتهم؟ انا بقول يا كبير يمكن يكون مناع عمل معاهم اتفاق بعد ما قبض ثمن الحشيش. ويطمع ليه؟ نقصه ايه؟ نقصه تم مشروع الارض الجديدة. لا لا مناع ولدي ما يعملش كده. ايوه مناع لو جرى له حاجة لا قدر الله العيلة كلها حتضيع. ايوه لو وقع كلنا حنقع. يبقى ما فيش قدامنا يا كبير غير اننا ندعي له ربنا ينجيه ويرجع لنا بالسلامة، وبعدها نبقى نكسر راسه الناشفة دي. البن ايغلوش على اي ريحة حتى لو كانت الكلاب خبيرة مخدرات، المهم الحشيش تلف زين وحواليه البلح وبعديه البن. وابقى ادعيلي لما توصلوا بالسلامة. أنا مسجل الطريقة دي باسمي في موسوعة جيمس راكورد، طريقة نمر الجن في تهريب الحشيش في البن. وحشتيني قوي. سلام قولا من رب الرحيم. في ايه؟ ايه شفت عفريتي اياك تزنبك ايه يا بنت الناس؟ لعب فيانا انت زي الفل، وربنا نجاك عشان تكيد العوازل تفرح بعرس. عوازل؟ عوازل مين؟ أنا نفسي نعرف مين اللي دخلك عليا دلوق. أمي. أمك يا قلبها الأسود،
ده انا لسه طالع من موته، يعني تعبان عايز اتجوت. افروج ابوزه، انما اللي في راسك ده تنسيه خالص، فاهمه ولا لا؟ اخص عليك يا همام، هون مش مراتك. اصبر شويه يا جميله، اصبر شويه، مش كده، اصبر شويه لغايه ما طيب، واوعدك هنعيد الفرح من تاني، واصحي لك سناري من تربطه واضربه على قفاه علشان ما عرفش نشن صحه ويخلصني زينك ده. اما يا اما، ايه مالك يا بنت؟ حصل ايه؟ مش عايزني يا اما، مش عايزني، مش هنقعد هنا تاني. يا مري خديني معاكي. يا خيبه املك يا بنتي، ما قلت لك اصبري، لكن سمعت كلام امك، الطلقه اللي خدها كان هيردها لك. سامعه يا اما وساكته؟ ما هي نفسها هتطفشك من البيت. خليكي ناصحه والبدي، ومش هنا، فوق في اوضتك مع جوزك. يلا اطلع اطلع يا بنت اطلع. مش هيقدر يمنعني عن التفكير فيكي، يا نسمة قلبي، يا حبيبتي اللي وحشاني، اللي وحشاني قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ هتقولي عيان، هتقولي انفارفت، انا مش طالعه من الاوضه دي، وفستان الفرح اللي مش قادر تقلعهولي انا هقطع. هتعمل ايه يا مخلوله؟ ما تخافش، لابسه جلابيه ثانيه كلها احمر فحم حتى شوف. طالما عملت كده يبقى ما فيش قدامي غير الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. يا راجل انت قلبك حجر، مش حاسس بولدك؟ انا هارب بعمل ايه؟ ولدك دبت فيه الروح لما عرف ان بنت حسان لساها عايشه، لو صبرت عليه هيتنمرض ويهملها، يهمل عروسته. تقوم تدخله عليها وهو من صب عيار؟ يعني هتاكله، هتاكله ايه؟ هتنجره شويه وهو هينجرها شويه لحد ما يلف على بعضيهم. سيبيها جنبه علشان ما يفكرش بنت حسان ويعمل لنا مشاكل. ويا جميله هتنجره؟ دمها واقفلها زي الددبان عشان تطمن على بنتها. هيطمن. مبارك مبارك يا بنتي، سبع بركات، طولتي رقبتي، فوتكم بعافيه. شوف المار طلعتي كمان. طمن على ولدك، قال لي يكون ناقص دراع ولا حاجه. اطلعي. راجل يا ولدي، راجل. سبع 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 ولدي سبع، فكرتني ايام زمان، يخرب بيتك. Sir Freeman. Yeah. Finally, we know where Sir Benny is. And he's not dead as we assumed. He's still alive? He's recovering from severe coma and now in the hospital under restricted security. But somehow, he managed to call the organization. Where is the hospital? In Qina. The organization sent him a new diplomatic passport with a new name and asks you to let him abroad. Listen to me. Book a ticket on Roma's flight tomorrow night. We'll take him directly to the airport. Okay, I will. الهم يا ولد، مش انا قعدت جوه عربيه في 3 ايام. عجبتك العربيه دي يا ابوي؟ يلا جرب كده تاخد لك لفه واعمل لنا اتنين امريكاني. هتتمسخر معايا انا؟ هتتمسخر معايا بعد ما شغلت مخي ووجعت قلبي؟ يا ابوي عشان الارض دي تجهز من غير ما نحتاج لفلوس مخدرات تاني، كان لازم اخاطر بروحك. يا ولدي كلنا متعلقين في رقبتك، ولا فاكر يعني لما تقع هتقع وحديك؟ ربنا ستر.
شنطة الفلوس اهي يا ابوي، عايزك تفرجها بمعرفتك وتدي كل واحد حقه عشان ما حدش يبقى شريكنا في الارض ولا في المكن. من غير ظلم يا ولدي، كل واحد في العيلة يعرف نصيبه زين، ولما ياخدوا فلوس محدش يقدر يقول له نصيب في الارض دي. وهنحاسبهم ازاي على شغلهم اللي جاي؟ محلولة، يبقى ياخد نصيبهم الزرعة، فاكهة، خضار، غلة، ولو مش عايز ياخدها فلوس. هي مش هتكسب زي فلوس المخدرات، لكن ها الامان غالي يا ابوي. والله خايف يا ولدي سنام العيلة يفلت من يد دي ويستسهلوا فلوس المخدرات، يبقى ذنبهم في الجبينة ولازم نحاول نتوبهم. دي المسجد الرئيسية اللي بناها خلص والمفروض انها هتوزع على باقي المساجد، بس متهيألي لسه ما توصلوش ببعض، البنايين بيشتغلوا فيها. واحنا هنسقي الارض كيف؟ بالجردل؟ المايه غاليه يا ابوي، كيف نرميها على الارض؟ احنا هنجيب رشاشات مايه ونسقي من غير ما نهدر. في نظام ري متكامل هيقوم بالري من غير اي مجهود، يبقى على الانفار بس انهم يشتغلوا في الزرع. مش تعرفنا بالمشمهندس الاول، يطلع مين بالظبط؟ مؤاخذه الكلام خدنا، باشمهندس عمر صاحبي واخويا وزميلي من ايام الجامعه، وهيكمل معانا هنا على طول، وكل اللي يقوله يمشي. سامع يا بكري؟ انا اتعلمت سواقه المحراث، شاهين علمني. امال لو كان شاف الكساح الكبير وانا بسوقه كان عمل ايه؟ ولدي شاهين شاطر، طلع لك مناع. شاهين اخوي طول عمره ناصح. ربنا يجرب بينكم اكتر واكتر، ولا انت مش ناوي تجرب يا مناع؟ كله بامر الله. خد بالك يا مناع يا ولدي، هجوز شاهين لاختك بعدين انت بتتجوز من فاطمة. ربنا يسهل يا ابوي. يلا يا باشمهندس دور الماتور، خلي المايه تجري. الله اكبر، المايه جت يا ولدي. الله اكبر. الحمد ليك والشكر يا رب. هو ماله شاهين ولد عمك نغاوي؟ عيبه ايه؟ ما تتكلم يا بنت. يعني انا اخد شاهين وفاطمه تاخد اخوي مناع؟ ده يرضي مين ده؟ بح، وهنجيب لك منين واحد زي اخوكي مناع؟ احمد ربنا ان احنا لقينا في العيله راجل رايدك ومستعد ينسى حكايتك مع همام. اكده يما، حتى انت بتقولي حكايتك؟ اذا كنا احنا بنقول حكايتك وكل رجاله العيله وحريمهم بيقولوها، واي راجل هياخدك مش هينساها ومش هيصدق اللي سمعه. بس ده يبقى ظلم، اقعد مكسوره العمر كله بحكايه عمري ما عملتها؟ ده يبقى حرام. يا بنتي يا بنتي، مش هيقطع لسان الناس غير لو اتجوزتي راجل شديد، ومفيش اشد من شاهين بعد اخوكي مناع. قصدك قلبه زي الحجر كيف عمي مغاول؟ انا ما اقدرش اعيش مع راجل يعيرني العمر كله بحكايه عمري ما عملتها ويكسر نفسي. ما يقدرش ما يقدرش، لان اخته فاطمه هتكون مرات اخوكي مناع، ولو قال لك نص كلمه هطلع البلا الازرق على عينيها، ولو انها ما تستاهلش البنت. ديتها بس انك تتجوزي وتحبلي وتخلفي وكل حاجه هتتنسي، ومش هيبقى لك غير جوزك وعيالك. اعملوا اللي تشوفوه، ايه اللي هيحصل؟ عيشه بسلام. خلينا في المهم دلوقتي، عايزين نفرح بجوازك من فاطمه. انا رابط جوازك بجوازة اختك، ايه عشان نفرح بيك انت الاثنين. هروح اشوف امي الاول بس يا اخي. كل ما جيت سيره الجواز تتهرب مني. تصبر علي يا ابوي، هنعملوا فرح ومفرح واحنا لسه ما اطمناش على الارض الجديده. مالكش صالح بيك، احنا طول عمرنا بنعرف نزرع ونجلع. ايوه، وبعدين انت جبت لنا الميه والمحاريك، خلاص مهمتك انتهت، سيب الباقي علينا. خلص انت في موضوع الجواز وما تعولش هم الارض. الباشمهندس عمر صاحبك هيعمل لا تعمل وزياده. من حاجة إيه؟ عايزين نبنيله استراحة صغيرة يا ابوي كده في الأرض، هو طيب قوي وظروفه صعبة تصعب على الكافي، وعايزك تاخد بالك منه. يا أخوي إيه أبوك عبيط، غير برضك موضوع الجواز. يا هلا يا هلا، عايز أوفي بوعدي. حاضر، هبقى أديك كلمة بعدين. حدد الوقت اللي أنت عايزه وأنا مرتبط بيه. ما أقدرش أقول لك على وقت دلوقتي يا ابوي. الله، عندي شوية مصالح في سوهاج لازم ألمها. انت محتاج وقت قديه عشان تتم بالحكايه دي؟ هي فاطمه حمضت، لسه عيله صغيره. الله، احب على يدك يا ابوي، بلاش تفتح الموضوع ده دلوقتي.
أدي له شهر ولا شهرين. وأنا موافق يا ولد، وأنا موافق. أنت ما قلت خلاص شهرين. وأنا حقول له ما أقدر، أقول له شهرين نكون جبنا فرش جديد وبيضنا الأوضة. يا ألف مبروك بعد شهرين. قول اللي تقوله بعدين. رئيس مناح، رئيس مناح، رحت للبندرية وأعطيتهم خبر وكله تمام. ناوي تروح للهمام؟ طبعا يا ابوي وصاحبي، انا لازم اروح. انا حتى جبت له هديه الجواز. هم اللي يروح، يمكن نفسه تتفتح على الجواز. قوم يا قوم بالاذن. مع السلامه يا ولدي. يا ناجي قول لك كيف كلام منير. انا خايف يكون بيدوعني. ما توعدش انت مغاور باي حاجه دلوقت، وهم الهولي هجيب لك منه عقد نافع. عامل ايه يا مناع اخوي؟ شكلي بقى عفش قوي. انت بس نفسك مش طايقاه عشان اتغصبت عليك. عندك حق يا مناع، انا نفسي مش طايقاه، حاسس ان هي مفروضه علي. بس اعمل ايه؟ اوامر ابوي اقول له ايه؟ بنت عمي وملهاش غيري. عايزك تنسى الموضوع ده خالص، وانا هديك علاج ليه. اهدى يا مناع. دي كبسولات تاخدها عند اللزوم، هتفضي نص كبسوله على نص كوبايه ميه سخنه برب الغليان، او تاخدها على بطن فاضيه. نص كبسوله يا همام، نص كبسوله، ولا يجيلك شحار وتموت. شحار يا مناع؟ شحار بيجي البهايم. ما بيجي البني ادمين دلوقتي. طيب اقعد اقعد يا مناع اقعد، عايزك في حاجه اهم. خير يا صاحبي؟ عايزك يا مناع تساعدني ببيعه الحشيش اللي عندي دي. شكلي بقى عفش قوي قدام ابويا وقدام العيله كلها، وانت تعرف ناس مهمين في مصر. صرفها لي يا مناع، صرفها لي. انا قلت لك انا بطلت الموضوع ده بلا رجعه. عشان خاطر يا مناع، عشان خاطر يا صاحبي، اخدمني في الموضوع ده. صرف لي البيعه دي، وبعد كده مش هطلب منك حاجه تاني، وعمولتك حددها بنفسك. يا ساتر، وانا حد هجيبني ورا غيرك؟ ماشي يا سيدي، خد الرقم ده اطلبني عليه، ومحدش يعرفه غيرك. اي خدمه تانية يا سيدي؟ حبيبي حبيبي وصاحبي. تسلم لك حبايه. نص يا همام. نص صاحبي. غلطان يا حسان يا اخوي، غلطان. ما كانش لازم تهمل ولدك يروح لهمام بعد الفضايح اللي جابها لينا. الناس تقول علينا ايه؟ الناس تقول اللي تقوله. همام اتربى في بيتي وسط عيالي كيف اخوهم، ولو مناع يعرف ان همام بيبص لاخته كده ولا كده ما كانش راح بارك له. ولما تقول كده يا مغوري، امال ولدك شاهين يقول ايه؟ وهيطلب يدها كيف؟ شاهين وادعمها وستر وغطى عليها وهو اولى بيها، ولا نعروا زرنا ونغطوا زر الناس؟ عيب عليك يا مغوري تقول كلمه زي دي. بنت اشرف مش شرف. اذا كنت شايف ان ديها عار نفضها سيره. ليه بتقول كده يا كبير؟ ده أنا جاي عشان أقول لك نعمله فرح كبير أنا وأنت لمناع وفاطمة وشاهين ونسمة. يبقى كيف يكون في ضميري حاجة عفشة لمرت ولدي؟ إيه كلمة ستر وغطى الخايبة اللي أنت قلتها دي؟ كأن بنتنا عملت فضيحة، وكأن ولدك اتستر عليها. بنت مظلومة، غير كده كنت قتلتها بيدي. خلاص يا كبير، ما كانش قصدي سماح، ولو عايز أعلن جوازهم بلوك أنا موافق. شوف يا مغوري، المشكلة عند ولد مناع عنده مشاكل كبيرة في الشغل، مش هيكون جاهز للجواز إلا بعد شهرين، وأنا شايف إن شهرين مش كتير. لو أنت مستعجل على الجواز هات شاهين ولدك ونسأل بنتي ونتفق على المهر والشبكة. يبقى بعد شهرين نتمم الجوازتين، واللي نتفق عليه لبنتك يبقى زي لبنتي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمين بالله يا مغوري، لولا اني بكري ولدي لسه صغير عنها ما كنت فرطت في نسمة ابدا. واني كمان مش هفرط فيها. سلام عليكم. على السلامه يا سيدي. شفت يا كبير؟ شفت الكلام اللي يحرق الدم؟ علي الطلاق كنت هقتله، ولو نسمة بنتي عمر ما هجوزها لابنه ابدا. ليه اللي رماك على المر؟ أخوك مجبور يا ناجي. يغور في 60 داهية هو وولده، بدل ما يلقح كلام على زينة البنات بيتنا، ويبقى يشوف مين اللي هيعبر بيته بعد ما ولدك رهنها سنين على الفاضي. هو جاي يعايرني ببيتي عشان ما يغلي بيته. والله في سماه مناع خسارة في بيته. أنا أقول خسارة وهو يقول خسارة،
في الاخر البنات هي اللي عتبور ويريت على كده. العيله كمان هتتفكك. معاك حق في دي، وخصوصا ان مغاوري مش لد عليه حكايه الارض الجديده وبلعها بالغصب عشان يتمم جوازة بنته. ماله عن مغاوري؟ قابلته طالع كانه قرصها اقربه. لا جاي، انا هملكم وحدكم، انهي مع المشكله وخلصني. ايه حاضر يا اخوي. خير يا ابوي؟ امك ناجي هيقول لك. اقعد اقعد يا ولدي. ايه يا عم نادي؟ ابو شكله متضايق. عمك مغاوري قال لنا كلمتين فوروا دمنا بخصوص اختك، كان ولده شهين هو اللي هيتستر عليها. خلاص ما نجوزهالوش ولا نتجوز فاطمه. ولو قلت لك ان اختك ممكن سمعتها تتاثر بالكلام ده، وان فاطمه ما يهمهاش حاجه، ممكن ابوها يجوزها لاي حد، والف واحد يطمع في مال ابوها. والله ما الحكايه وصلت لكده يبقى خلاص لازم اصرحك يا عمي، بس مش هنا، تعال نتكلم مع بعض بعيد عن البيت. يلا يا ولدي. خبرك ايه يا عمي؟ انا بقول عليك ان انت اللي قريب مني وفهمني. لازم يا مناع يا ولدي، تعرف احوال اهلك وناسك، تعرف عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا وارثينها عن جدود الجدود. احنا صحيح مقطوعين هنا من سنين، لكن ملزومين باخلاقهم برضك. وانا ايه اللي يلزمني؟ انا عايز اعمل حياه جديده واخدكم معاي، مش هتزرع هنا. وهي الشجره تقدر تعيش من غير جذورها ما تكون متبته في الارض؟ يعني هي الشجره دي ما محتاجاش ميه وهواء نضاف؟ انا اقولك على حاجه يا عمي. قول. ما يعرفهاش غير نسمه. طيب. انا تعرفت على عيله زين في البندر وحيجوزوني بنتهم. كان قلبي حاسس انك هتقول حاجه زي دي، بس ما عارفش يا مناع يا ولدي، ابوك هيجرى له ايه لو سمع خبر زي ده؟ مش عارف يا عمي، انا بقيت عامل زي الفوله مكسومه نصين. دبرني يا عم ناجي. ادبرك يا مناع يا ولدي، بس اسمعني.